بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخوكم رامي من قناة رامي عزت. النهاردة ان شاء الله معدنا مع الجزء الاول من كورس الدروب شيبنج من علي اكسبريس الى متجر ووكوميرس. هدف هذا الفيديو ان احنا هنختار النيتش بتاعتنا وهنختار دومين باسم النيتش بتاعتنا، بعد كده نشتري استضافة وهو رأس المال الوحيد اللي انت مجبر عليه في هذا الكورس، ثم بعد ذلك هنسطب على الاستضافة بتاعتنا والدومين ووردبريس وهي إضافة مجانية، وبالتالي ينتهي هذا الفيديو إن شاء الله بامتلاكنا موقع ووردبريس ملك لنا لمدة عام بدون ما ندفع دولار واحد باقي هذا العام، فقط هو ثمن الاستضافة إن شاء الله. أول خطوة هنعملها مع بعض في هذا الفيديو هو اختيار النيتش. أنا شرحت قبل كده اختيار النيتش لشوبيفاي وشرحته بالتفصيل الممل، لكن في هذا الدرس او في هذا الكورس عفوا، لان احنا هنعتمد على علي اكسبريس، فانا هشرح تاني كيفية اختيار النيتش من خلال موقع علي اكسبريس نفسه. هتروح تفتح موقع علي اكسبريس دوت كوم. انا هنا كتبت في محرك البحث جول. في الاول انت تجيب ازاي الكاتيجوريز، كلمة كاتيجوريز هنا اللي هي اقسام الموقع، واضغط على سي اول. انا عاوز اختار نيتش او مايكرو نيتش، كل ما النيتش بتاعتك صغرت كل ما كان افضل. يعني ايه نيتش ويعني ايه مايكرو نيتش؟ عندك مثلا جنرال نيتش، نيتش عامة زي هيلث مثلا الصحة، ممكن تختار منها نيتش داخلها زي مثلا البيوتي، تعتبر جزء من الهيلث كير. وممكن تختار مايكرو نيتش تبقى نيتش اصغر زي مثلا الليبستكس ملمع الشفاه، زي التيث وايتنينج تبييض الاسنان. يبقى انت هنا كل ما تصغر النيتش بتاعتك في هذه الطريقة وفي هذه الاستراتيجية كلما كان افضل. ليه؟ لان احنا هنعتمد ان احنا بعد فترة ان شاء الله الموقع بتاعنا هيترتب في جوجل وهتبدأ تجيلنا زيارات السي اي او. ده جايب لك هنا الكاتيجوري الكبير مكتوب مثلا وومنز كلوزنج اند اكسسوارز، اللي هي ملابس واكسسوارات المرأة. اوعى تعمل المتجر بتاعك اللي احنا هنشرحه في هذه الطريقة بنيتش كبير حاجة جنرال زي كده، لا احنا محتاجين حاجات اصغر. يعني ممكن تعمله خاص بالدريسز، ممكن تعمله خاص بالبوتومز، وهكذا. تمام، يبقى انت بتحاول تختار نيتش صغيرة او مايكرو نيتش. انا مثلا لو كتبت هنا جولف جاب لي نيتش الجولف، هضغط على الجولف نفسها ودي تعتبر مايكرو نيتش، وهرتب السلع من هنا طبقا للاوردرز المبيعات واشوف السلع بتتباع بشكل عامل ازاي. هنا دي سلعة اتباعت اكتر من 2000 مرة، دي اكتر من 1300، دي اكتر من 1300، التاجر ده واخد اكتر من 1000 ريفيو، ده اكتر من 900، ده اكتر من 1700. واقعد اتجول في النيتش واشوف هل هو بيحتوي على سلع كثيرة تكون بتتباع بشكل كبير والتجار في نفس الوقت واخدين فيدباك بشكل كويسة. انا ممكن من هنا طبعا افلتر الفيدباك، لكن انا بكلمك بشكل عام لاني حابب ان انت تتجول بعينك. ممكن من هنا نحدد فري شيبنج ونحدد ان التاجر يكون على الاقل واخد 4 نجوم، ونبدأ نبص على السلع. طيب انا هروح لنيتش تانية وهي تيث وايتنينج اللي هي تبييض الاسنان، وهعمل نفس اللي عملته من شوية، هرتب السلع طبقا للاوردرز عدد المبيعات بتاعت السلع، وهنزل تحت الاقي تخيل بقى معايا هنا سلعة زي دي اتباعت 13000 مرة، سلعة زي دي اتباعت 11000، هنا 9000، ريفيو التاجر ده 5000، ده 1900، ده 8000. لما تيجي تبدأ تنزل في الصفحة هتلاقي سلع كتيرة جدا وبتتباع بشكل كبير وعدد مبيعاتها كبير. يعني شوف احنا نزلنا قد ايه في الصفحة ولسه مبيعات السلع بتتخطى ال 1700 وال 1500 وال 1400. يعني النيتش ده نيتش جيد مليء بالمنتجات. ليه انا بقول لك مايكرو نيتش؟ لان تخيل ان انت عملت موقع واستوردت هذه السلع من علي اكسبريس، حطيتها في الموقع بتاعك وليكن 1000 سلعة خاصة مثلا بتبييض الاسنان. انت لنشوف هنا النتائج كام، ظهر لك 35000. لو انت قدرت تاخد 1000 منتج وتحطه في الموقع بتاعك، تخيل ان انت بعد فترة الناس اللي فاهمة SEO عندك 1000 منتج خاص بتبييض الاسنان، عندك 1000 عنوان للمنتج. لو كل منتج انت حاطط له 5 صور يبقى انت عندك 5000 صورة بالعنوان بتاعهم، اللي هو عنوان الصورة اللي الصورة بتكون مرفوعة بيه.
وعندك مثلا لو هو 1000 منتج يبقى انت عندك 1000 ديسكريبشن خاص بالتيث وايتنينج، فبسهوله هنا تقدر تتصدر في جوجل. مش لازم تتصدر لل1000 سلعه كلهم، ده انت بس لو تصدرت في خمس ست سلع خلاص الموقع بتاعك ده اصبح يعني خلاص اللي هو ماني ماشين، اصبح اله لانتاج المال. وانا هعلمك كل الطرق دي بكل التفصيل ان شاء الله. طيب انا هنا استقريت ان انا في هذا الكورس هشتغل معاك ومن الصفر على نيتش التيث وايتنينج اللي هي تبييض الاسنان، وعرفتك انا بختارها ازاي، ان انت لازم تدخل على علي اكسبريس ترتب طبقا للاوردرز وتشوف لازم تكون الصفحه الاولى بالكامل على الاقل كلها منتجات بتبيع اكتر من 1000 مبيعه و2000 مبيعه و3000، ويكون في منتجات يعني جيده، ولازم يكون النيتش ده متجدد يعني على طول. نيتش طبعا تبييض الاسنان كل يوم هتلاقي معجون مختلف بينزل، كل يوم هتلاقي امور جيده، لازم تكون حتى السلع ملفته للنظر. يعني شوف حتى الصور اللي موجوده اسنانها بقت صفراء، المفروض انها خدت المنتج بقت اسنانها بيضاء، الصوره نفسها تحس انها يعني تجذب، والدليل انها باعت 13000 مره. فطبعا ده امر بيحفز ويدعم هذه النيتش. طيب استقرينا على النيتش بتاعتنا واخترناها، الخطوه اللي بعد كده ان احنا نختار استضافه ونعمل دومين باسم النيتش بتاعتنا او باسم مقارب للنيتش بتاعتنا. عشان نكون متفقين، في شركات استضافه كتيره جدا على مستوى العالم، وتقريبا كل يوم بقى شركه استضافه بتفتح جديده، ولكن انا من خلال خبرتي والتعامل مع شركات الاستضافه انا برشح لكم 3 شركات. الشركه الاولى هي شركه هوست جيتور، وهي اللي هنطبق معاها في هذا الكورس ان شاء الله، والشركه الثانيه هي شركه بلو هوست، والشركه الثالثه هي شركه اي بيج. ال3 شركات رائعه. طب انت ليه يا رامي قلت هتطبق مع هوست جيتور هذه الشركه العملاقه؟ اولا لان هي الشركه الكبيره الوحيده اللي بتدعم حته الاشتراك الشهري. انا بصراحه كنت ناوي يعني بعد ما عملت مقدمه الكورس كنت ناوي ان انا اطبق معاكوا على شركه اخرى غير هوست جيتور، بس انا الدومينات بتاعتي انا، المواقع بتاعتي انا اللي بتعمل بهذه الطريقه. كل متاجر الوو كوميرس اللي عندي اللي بيعملوا الان، وهم 3 متاجر موجودين كلهم على الهوست جيتور، وفي متجر فيهم في اكتر من 5000 منتج. تخيل بقى 5000 منتج في 6 صور مثلا للمنتج، يعني بتتكلم 30000 صورة في الموقع، وبيعمل ما شاء الله بسرعة جيدة جدا. عشان كده انا قلت ان انا ارشح شركة هوست جيتور، بتدعم اشتراك شهري للناس اللي بتحب، رغم ان انا لا افضل ان انت تشترك اشتراك شهري، وهقول لك ليه كمان شوية. هتضغط على اللينك بتاع شركة هوست جيتور لو انت الاول، عشان برضو يبقى الكلام واضح. لو انت عندك استضافة هوست جيتور خلاص انت عندك بالفعل الاستضافة، لو انت عندك استضافة بلو هوست خلاص، لو عندك استضافة اي بيج خلاص. لكن انا بكلم الناس بقى دلوقتي اللي ما عندهاش اصلا استضافة، او عاوزة تبدأ معايا من الصفر، عاوز يشتري استضافة جديدة للموقع بس عشان يبقى الموقع سريع، ده امر خاص بيك انت. اضغط على اللينك اللي موجود تحت هذا الفيديو هيوجهك الى موقع هوست جيتور. من هنا اضغط على جيت ستارت ناو، ان انت عاوز تقول له ابدأ الان. بيظهر امامك 3 خطط، الخطة دي والخطة دي يظهروا ان هما نفس السعر، تمام؟ يعني اشتراكها $6 في الشهر هنا، وهنا $6 في الشهر، ولكن هنا في خصم 40% وهنا في خصم 60%، فدي المفروض تمنها اغلى وطبعا مميزاتها اعلى. فانت لو انت وايه الفرق الرئيسي اللي انا بعتبره ما بين الخطط، ان الخطة الاولى بتسمح لك ان انت تحط دومين واحد على الاستضافة بتاعتك. يعني ايه دومين؟ زي كلمة يعني هوست جيتور، الدومين بتاعهم هو هوست جيتور دوت كوم. اليوتيوب الدومين بتاعهم اللي هو يوتيوب دوت كوم، اللي هو اسم الموقع بتاعك اللي مكتوب فوق، هو ده كلمة دومين، معنى كلمة دومين. واستضافة هو المساحة اللي انت بترفع عليها الممتلكات بتاعت هذا الدومين، عندك بقى صور، عندك روابط، يعني المحتوى ده كله بيبقى مرفوع على مساحة، المساحة دي اسمها استضافة، لكن الاسم بتاعك اللي فوق هو ده الدومين. الفرق ما بين ال3 خطط دول ان الخطة الاولى هي سنجل دومين، تقدر تحط على الاستضافه بتاعتك موقع واحد فقط. اما لو انت واخد الموضوع بشكل جدي قوي وحابب ان انت تطبق هذه الفكره على اكتر من موقع، تقدر ان انت تشتري هذه الخطه اللي هي البيزنس بلان. انا هنا هطبق مع الناس اللي عاوزه تعمل موقع واحد اللي هو سنجل دومين، لانه هيكون كافي لينا ان شاء الله. هضغط على ساين اب ناو، التسجيل الان. اول خطوه ظهرت لك بيقول لك انتر يور دومين، دخل اسم الدومين بتاعك. طيب انا مثلا هقول له تيث
وايتنينج سيتي. ده دومين عندي على فكره، بس انا عاوز اوريك لك بقى محجوز بيظهر لك عامل ازاي. الدومين ده اصلا بتاعي اللي انا كتبته. فبيقول لي ان هو ان افيلابل، وبيجيب لك الافيلابل، ممكن تشتريه دوت نت، ممكن دوت سايت، ممكن دوت كلاب، لكن اوعى تطبق هذه الطريقه اللي انا بشرحها في هذا الكورس الا لازم تكون على دومين دوت كوم، لان هو الاكثر شهره والاكثر ثقه والاكثر تعارفا ما بين الناس. انا ما جيش اشتري مثلا تيث وايتنج سيتي دوت تك ويجي الزائر اصلا هو ما ياخدش باله من الامتداد، ممكن ياخد باله من اسم الموقع، يجي بعد كده لما يبحث في جوجل ولا حاجه يكتب تيث وايتنج سيتي او يروح داس كنترول انتر على طول دوت كوم، يدخل على موقع تاني. فلا، انا لازم اختار الدومين دوت كوم. طيب انا هشقلب الكلام بتاعي، هسميه وايتنينج كده، وايتنينج وايتنينج تمام، تيس، وامسح كلمة سيتي اخليها ستور. اعمل هنا اللي تشيك، بالفعل اصبح الدومين متاح. تمن الدومين $15. انا في المقدمة عشان برضو ابقى امين في الكلام، في المقدمة في اختلاف في المقدمة عن هذا الجزء، ان انا في المقدمة قلت لك انت هتاخد الدومين مجاني، لان انا كنت ناوي اشرح شركة استضافة مختلفة، لكن انا بصراحة خفت ان شركة الاستضافة المختلفة اللي انا اشرحها اللي انا مجربتش عليها هذه الفكرة، انك تلاقي المتجر بتاعك لما نملاه مع بعض 3000 سلعة و5000 سلعة و10000 سلعة انك تلاقيه بطيء. فانا فضلت هوست جيتور، هذه الاستضافة التي اثق فيها واثق في سرعتها وفي الدعم بتاعها ثقة عمياء، لاني انا بتعامل معاهم من سنين طويله، عمر ما حصلت اي مشكله معاهم، وعندهم دعم على مدار ال 24 ساعه وشات اونلاين وبيحلوا جميع المشاكل. ففي هوست جيتور فعلا يعني انت في يد امينه. ال 15 دولار دور دولار عفوا هم بالمصري يعملوا 250 جنيه، يعني 8 كيلو كباب وكفته، فيعني الموضوع مش هيعتبر ان هو تكلفه اضافيه جامده، وبيبقى معاك الدومين لمده سنه. تذكر انت هتدفع رأس المال بتاع الدومين ده مرة واحدة هو والاستضافة، وهيبقى عندك الدومين موجود لمدة سنة. خلاص كده احنا اخترنا اسم الدومين، هيبقى انا الدومين بتاعي اسمه whiteningteethstore.com. ده كلام جميل. هنزل تحت، تأكد ان انت مش معلم هنا اي علامات، لان في ناس بيحب يشتري 3 4 دومينات بامتدادات مختلفة. تأكد ان انت مش معلم، انت علم على واحد بس اللي هو دوت كوم. لو ما لقيتش الدومين والاسم اللي انت بتبحث عنه دوت كوم، لا من فضلك دايما اكتب اسم النيتش بتاعك، وحاول بقى تحط ستور كلاب سيتي، يعني حاول تحط اسم كده يدل على ايه، ان هيبقى مجموعه المنتجات كلها موجوده. في طبعا مواقع بتساعدك في الاختيار، لكن هو الموضوع يعني هنا مش مستاهل، لان انا مجرد حطيت اسم النيتش بتاعتي وكلمه ستور وشكرا على كده. فحاول تختار اسم الدومين بتاعك عادي جدا، واهم حاجه ان هو يكون دوت كوم. بعد كده هنزل تحت، تشوز هوستنج بلان، اختار الخطه بتاعتك. انا ليه لا احبذ الاختيار الشهري؟ هي شركه هوست جيتور، وانا قصدت ان انا اشرح هذه الشركه زي ما قلت، لانها برضو الشركه الوحيده الكبيره والسريعه التي تدعم الاشتراك الشهري. ولكن زي ما احنا شايفين، لو شهر هيقف عليك الشهر على $11، لحد 6 شهور مفيش اي خصومات. فانا برجح ان انت تختار استضافه يكون مدتها سنه. تمام، انا برجح ان انت تختار استضافه يكون مدتها سنه. هننزل تحت هنا قبل خطوات الدفع عشان يعني اوريك السعر النهائي. هنلغي هذه. طبعا انا لما اخترت سنه هو كان $11 في الشهر، صح؟ كان $11 السعر، يعني شوف السعر هنا $11، $10 95 سنت. لما جيت اخترت سنه، لا هيقف عليا على $6 بس. هتنزل تحت هتلاقي ان هيكلفك الاستضافه بالدومين بكل شيء، هيكلفك في النهائي هو المفروض 122، حصل خصم اللي الشركه عاملاه، خصم $36، يبقى التكلفة النهائية اللي انت هتدفعها $86. طبعا بالنسبة لبزنس جاد هذا الرقم ولا شيء، هذا الرقم اصلا ما يجيبش ايجار محل في منطقة شعبية في شهر، يعني الرقم ده لا شيء بالنسبة للبزنس. فتخيل بقى ان انت هيكون عندك موقع متجر اونلاين في اكتر من 5000 سلعة وعندك لمدة سنة. طيب لو واحد عاوز حابب ان هو يبدأ معانا، عشان برضو انا بحب اركز قوي على المبتدئين في الشروحات بتاعتي، لو واحد حابب يبدأ معانا بس هو مش معاه رأس المال ده، ببساطة شديدة جدا اطلع هنا وخلي الخطة بتاعتك 3 شهور، عفوا اختار من هنا 3 شهور، ان انت هتشتري الاستضافة لمدة 3 شهور. انزل تحت هتلاقي ان السعر اتغير، برضو اتأكد ان انت مش معلم هنا على اي حاجة. هيظهر لك التكلفة النهائية بقت $47، يعني تقريبا النص، وطبعا مبلغ سهل. بقى عندك دومين وهيبقى لمدة سنة، وعندك استضافة لمدة 3 شهور. بعد 3 شهور كده كده ان شاء الله هتكون حققت ارباح وتقدر ان انت تجددها.
لكن انا طالما انت جاد في هذا البيزنس وبتطبق معايا بشكل جاد، انا انصحك ان انت تشتري استضافة لمدة عام زي ما انا هشتري معاك دلوقتي. اليوزر نيم اللي هو اسمك انت، انا هكتب رامي عزت، تمام. سكيورتي بن ده رقم بيتراوح من 4 ل 8 ارقام، اكتبه وخليه معاك، ده بيساعدك ان انت لما تكلم خدمة العملاء بيقول لك السكيورتي بن بتاعك كام، رقم البن كود بتاعك كام، فاكتب هنا رقم انت تكون حابه. يعني انا خلاص كتبت رقم السكيورتي بن بتاعي. بعد كده انزل لطريقة الدفع عندك، يا اما تدفع بالكريدت كارد يا اما بالباي بال. الخطوات اللي قدامك هنا هي الايميل بتاعك، بعد كده تكرر الايميل مرة تانية. الخطوة اللي هنا اسمك، اسم والدك، اسم الشركة بتاعتك، بيقول لك نوت ريكوايرد، مش ضروري يعني، ما تكتبش سيبها فاضية طالما انت ما عندكش شركة. التليفون بتاعك، عنوانك، العنوان التاني سيبه فاضي. الدولة بتاعتك عادي جدا، اختار دولتك مصر او اي دولة انت بتنتمي اليها. بعد كده الكود بتاعك، بالنسبة لمصر الزيب كود اكتب 5 اصفار، بالنسبة او ابحث في جوجل عادي جدا. المدينة بتاعتك والولاية اخيرا اللي هي تعتبر المحافظة بالنسبة لعندنا في الدول العربية. هملى البيانات دي وارجع لحضراتكم مرة تانية. او قبل ما نملاها، معلش قبل ما نملى البيانات، هنشيل برضو هنا اي حاجة عليها علامة صح، شيلها. ولكن الاختيار الاولاني دوت هو يعتبر حماية من الهاكر، عشان يعني ما يتمش الاختراق ليك، بيكون تكلفته $1.5 في الشهر لو انت حابب، وفي السنة $20. لكن انت في البداية ما تعلمش صح على اي حاجة، عشان دايما التكلفة تبقى بسيطة. في كوبون هتلاقيه مكتوب هنا، هو كوبون خصم اوتوماتيك، هتلاقيه موجود عندك. بعد كده خلاص هو بيقول لك هنا التكلفة السنوية 86، وتعلمنا اللي عاوز يشتري 3 شهور او عاوز 6 شهور يشتريها ازاي. بعد كده هتقول له I have ريد اند اجري، وتضغط على تشيك اوت ناو. بعد ما تكون مليت هذه البيانات هيروح موجهك على طول للباي بال. لو انت عاوز تدفع للباي بال تدفع، او الكريدت كارد بتاعتك. اعتقد الخطوه هنا سهله، تمام. انا هملى بياناتي اللي فوق اللي هي مكتوبه هنا دي، هملاها، وعشان طبعا محتوى الفيديو ما يطولش ما اقعدش اكتب قدامكم. وبعد كده هضغط على تشيك ناو، هتوجه للباي بال، هدفع وارجع لحضراتكم مره تانيه. بعد كده مجرد ما بتدفع بالباي بال او بالكريدت كارد، بيجي لك رسالة اوتوماتيك في نفس الوقت او بعدها بدقيقة بالكتير على الايميل بتاعك، فيها البيانات بتاعت الاستضافة بتاعتك. انا انصحك سواء انت كنت من الناس اللي بتجيلها ايميلات كتير او لا، انك تاخد هذه البيانات كوبي وتحطها في تكست عندك، سواء على الديسكتوب او في اي مكان على الجهاز، عشان تقدر ترجع لها في اي وقت. البيانات اللي جاية لك هي نوع الخطة اللي احنا اشتريناها مع بعض، رابط الكنترول بانل اللي بتفتح منه لوحة تحكم الاستضافة، يوزر نيم اسم المستخدم بتاعك، اسم الدومين اللي احنا اشتريناه مع بعض، الباسورد، النيم سيرفر، والسيرفر اي بي. احنا دلوقتي هنستخدم يور كنترول بانل اللي هو لينك لوحة التحكم بتاعتك، هناخده كوبي ونفتح صفحة جديدة في المتصفح، نحطه بيست ونضغط انتر. هتفتح صفحة لوحة التحكم بتاعة الاستضافة، بيقول لك دخل البيانات، اسم المستخدم اللي هو اليوزر نيم هاخده كوبي، هو هنا محطوط يعني اوتوماتيك عندي، خلاص انا حطيته بيست. بعد كده هاخد الباسورد كوبي وهروح احطها هنا بيست واعمل لوجن. هتفتح قدامي بعد كده الاستضافة بتاعتي كده، دي لوحة تحكم الاستضافة. طبعا احنا يعني مش هنشرح الكلام ده كله، احنا بس مجرد هنستخدم هذه الاستضافة عشان اعمل او اسطب وورد بريس على الموقع. بعد كده كل شغلي هيبقى من داخل لوحة تحكم الدومين نفسه اللي هي الوورد بريس. هروح لي build a new وورد بريس سايت، build a new وورد بريس سايت. لو ما ظهرتش عندك هنا في البابولر لينكس كده، لو كان شكل لان دايما هوست جيتر بتعمل تحديثات، هتدوس كنترول اف بمنتهى البساطه يعني بحث، وتكتب وورد بريس، هتظهر لك هي موجوده في انهي حته بالظبط في الصفحه. هضغط على بيلد ا نيو وورد بريس سايت اللي هو بناء موقع وورد بريس جديد. بعد كده بتفتح لي الصفحه دي قدام حضراتكم اللي هي بيقول لك ان هيبني لك الوورد بريس 4.8.1 اللي هي احدث نسخه موجوده. تحت هنا عشان تبقى فاهم الصفحه فيه ايه، بيقول لك ان انت لو عاوز تبدا تسطب نسخ مدفوعه، بيبقى فيها بقى سيم مدفوع وفيها دعم وفيها سبورت والكلام ده. طبعا احنا مش هنختارها، احنا هنختار من هنا الدومين بتاعنا اللي احنا اخترناه من بعض. انا عندي وايتنينج تيس ستور اللي انا اشتريته معاكم بشكل عملي، والدايركتوري هنا اللي هو الامتداد ده عشان لو انت عاوز تحط الوورد بريس داخل ملف معين من الموقع، مش عاوزه تخليه في الموقع الرئيسي. يعني انت لو كتبت هنا اف بي
يبقى عشان تفتح الورد بريس بعد كده مثلا يبقى y2gtstore.com/fb، لكن احنا طبعا مش هنحط هنا اي حاجه عشان تبقى الورد بريس متسطبه على الموقع الرئيسي نفسه. لما اجي افتح y2gtstore.com تفتح على طول معايا الورد بريس. بعد كده بضغط على كلمه نيكست، جيب لي بلوج تايتل لو انا عاوز تكتب عنوان للمدونه، الادمن يوزر، فيرست نيم، لاست نيم، والادمن ايميل. تمام، بلوك تايتل طبعا الكلام ده ممكن نغيره بعد كده. انا هكتب هنا تيث وايتنينج ستور، الادمن يوزر اكتب اسمك عادي جدا، هنا اكتب اسمك في الفيرست نيم، اللاست نيم اكتب عادي، ادمن ايميل الايميل بتاعك. بعد كده بيقول لك اوتوماتيكالي كريت ا نيو داتابيز فور ذس انستليشن، تعلم عليها وتعلم على ان انت موافق على الاعدادات والقوانين، ثم تضغط بعد كده على كلمه انستول. تمام، لما تضغط على كلمه انستول بيجيب لك هنا ان الورد بريس بيتم تثبيتها، بتاخد حوالي دقيقه او اقل على ما يتم التثبيت. هنا بيقول لك ان نسبه التثبيت 50% وصل 60% وهكذا لحد ما تكمل. اللي ظهر بقى هنا قدامكم اللي هي الانستليشن ديتيلز، بيانات السيت اب، جايب لك الموقع اللي الورد بريس اتسطبت عليه واليوزر نيم والباسورد، دي اسمها بيانات الورد بريس. هتروح واخد برضو البيانات دي كوبي وتروح لتكست عندك على جهاز الحاسب الخاص بك وتحطها بيست عشان تعرف اليوزر نيم بتاع الورد بريس والباسورد بتاع الورد بريس. امال ايه اللي كان جالنا هنا في الايميل؟ اللي كان جالك هنا في الايميل هو اليوزر نيم بتاع الاستضافه والباسورد بتاع الاستضافه اللي احنا تقريبا مش هندخل عليها تاني، احنا خلاص استخدمناها عشان بس نعمل سيت اب للورد بريس، لكن كل شغلنا في باقي الكورس هيكون من لوحه تحكم الورد بريس اللي اليوزر نيم بتاعها زي ما حضراتكم شايفين والباسورد مكتوب قدامكم. تمام، بعد كده زي ما حضراتكم شايفين الورد بريس قدامنا خلاص، السيت اب بتاعها خلص، بيقول لك انها انستولد تو، وبيكتب لك اسم الدومين بتاعك انها اتسطبت على الصفحه الرئيسيه للدومين بتاعك. لو جيت فتحت الدومين في صفحه جديده فتحت بالفعل قدامك، ده كده بقى الدومين بتاعك. طبعا احنا هنغير كل الكلام اللي مكتوب ده كله، بس الفكره ان انت بقى ليك دومين، يعني شوف الموقع بتاعك خلاص بقى فيه كلام مكتوب فيه تيث وايتنينج ستور. هنا طبعا هو بشكل يعني عادي كاتب لك بوست، كاتب يعني خلاص، بس انت كده اصبح عندك الموقع. هو ده الموقع اللي هنظبطه وهنملأه بالاف المنتجات ان شاء الله خلال هذا الكورس. باقي خطوه واحده لازم تعرفها هي لوحه تحكم الوورد بريس. لوحه تحكم الوورد بريس بمنتهى البساطه ان انت بتكتب اسم الدومين بتاعك زي ما انتم شايفين هنا مكتوب whiteningteethstore.com، بعد كده سلاش wp اللي هو اختصار وورد بريس، وبعدين الشرطه الصغيره الداش دي، ثم ادمن. هسيب لك رابط التحكم بتاعك، طبعا هسيبه يعني هحطه تحت الفيديو ده ان شاء الله، لكن انت اسم الدومين هنا هتستبدله باسم الدومين بقى بتاعك اللي انت سجلته، هتكتب اسم الدومين بتاعك .com/wp-admin زي ما حضراتكم شايفين. اول ما تيجي تفتح الصفحه دي هيقول لك اول مره خالص هيقول لك دخل الاسم والباسورد، الاسم والباسورد اللي هم ظاهرين لك هنا اللي هم اليوزر نيم والباسورد، هتدخل اليوزر نيم بتاعك والباسورد، تبدا تفتح لك لوحه التحكم بتاعتك اللي هي الورد بريس. كده يبقى هدف الفيديو ده انتهى، ان انت اصبح عندك استضافه، اصبح عندك دومين، اصبح عندك دومين وورد بريس، يعني سطبت الموقع الوورد بريس. في الدرس القادم ان شاء الله هنحول هذا الموقع الوورد بريس باضافه الووكوميرس الى متجر ووكوميرس، وهو اساس هذا الكورس. اشكركم شكرا جزيلا، كان معكم اخوكم رامي من قناه رامي عزت. ما تنسوش سبسكرايب للقناه، واي استفسار حطوه في كومنت وهرد عليكم ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.